هاي يا جماعة، اهلا بيكم على قناتي. فيديو النهاردة انا متأكدة هيعجبكم جدا. انا وادي اجرنا عربية وقررنا نعمل رود تريب لشمال بالي. هنروح مكان جميل جدا جدا. انا متأكدة في فلوج النهاردة هيعجبكم. هتشوفوا كمية خضار رهيبة، كمان كمية سحاب حواليكم ترد الروح. استعدوا معايا النهاردة هتستنشقوا شوية اكسجين نقي فوق الجبل معايا، وده من اشهر الاماكن دايما بنشوفها على الانستجرام، ناس بتتصور هناك كتير جدا، وكان حلمي اروح صراحة. طول الوقت انا كنت مبسوطه جدا في الرود تراب. اي نعم، ادي تعب جدا من كتر السواق، احنا سوقنا كتير جدا يا جماعه. احنا جايين من قلب قبود للشمال، تقريبا اخذ مننا 5 ساعات سواقه او 4 ساعات. وصلنا لهنجان سويت. التصوير هنا هيكون بالجوبرو، وادي كان بيصورني بالدرون. احنا لسه جايبين الدرون من قريب، فادي لسه بيتدرب عليه، فالتصوير هيبقى حاولنا نعمل حاجة حلوة ليكم. انا هنا طلعت المنصة دي من اشهر الاماكن موجودة في بالي، ودايما الناس بتروح هناك عشان تتصور وتاخد تعمل فوتو سيشنز محترفين هناك. انا لما طلعت بصراحة كنت فاكرة الموضوع بسيط، بس من فوق انتوا على حافة الجبل، فكان الموضوع فعلا مخيف جدا من فوق. كنت حاسة ان انا هطير، وكان فيه زي ويند كده، فكان احساس جميل، وفي برضو ايه خوف كده شوية. كنت خايفة احسن اقع او حاجة. بعد كده قلت ايه، طب اقعد شوية، اقعد اعمل يوجا واتأمل المنظر الجميل ده. فكنت خايفة برضو، نزلت يعني كان في امبالانس في الموضوع. بس طبعا احنا هنا وسط السحاب، حرفيا احنا لابسين السحاب. قلت بقى هنا اعمل شوية بوزات يوجا، وادي صورني بالدرون، بس انا كنت خايفة ومتبتة شوية في الموضوع. بس فا ايه رأيكم في التصوير؟ هنا دي وضعية المحارب. ادي هنا بيصورني بالدرون. وسابني واقفة كتير جدا عشان يصورني. حاولت اخد بوزات كده في السريع عشان انزلها على الانستجرام. شايفين منظر السحاب يا جماعة؟ جميلة جدا جدا، روعة. ده الدرون قدامي اهو، شايفينه الحاجة الصغننة اللي بتتحرك. شايفين منظر السحاب من ورا وكمية الخضار؟ بصراحة طبيعة جبارة. والجو كان ساقع فوق الجبل طبعا، فكان في لسعة سقعية كده. ده كلب كده كان لذيذ بيلعب هناك. كنت دايخة شوية، فكنت بنزل احاول انزل بالراحة وبشويش. Thank you for everything. وزي ما دايما بشوف الناس بيلعبوا بيعملوا يوجا هناك، فقلت بقى اتصور، اخد فرصتي اتصور شويه برضو وانا بعمل يوجا. هنا ادي كان بيصورني بالدرون من فوق خالص. شايفين كميه الخضار؟ روعه يا جماعه، انت متخيل كميه الاكسجين البيور هنا؟
طبعا زي ما بنصحكم كده دايما لازم تسيبوا المدينة من وقت للتاني وتروحوا حول الطبيعة، اي مكان فيه طبيعة خلابة لازم كده شوية تروحوا من وقت للتاني تغيروا جو وتفصلوا شوية عن حياة المدينة. صراحة لما بقى بشوف السحاب والخضار حواليا ببقى بحس بطاقتها. نتمشى شوية هايكنج. Neglect him, guys. Yeah, neglect the photographer and videographer. Yeah, he keep me waiting, holding the pose for tons of hour while I'm on height, cause he like to fly his drone. شايفين السحاب؟ احنا وسط السحاب between the clouds. We are freezing the clouds. Slow down. What? Our strange feet. 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 This is the person that doesn't need Duolingo for English. Yeah. Duolingo would have gone, meh, meh. Try again, lose 5 gems. Okay, I will speed up in no Spanish. I don't want to eat losers. Oh, these dogs are living here. I saw they are for the man. Temple? Hello. Do you want it? Offering? Offering. Oh, they don't offer us food. These oh, small dogs look cute. Let's put them into the boat, look. Oh, I like this cold breeze. Not you guys, the dogs. Oh, thought we shouldn't be recording. No. There's a crap full of corn that the dogs are delicious on. وهناك كده عاملين منصات كتيرة جدا للتصوير زي سبوتس كده، أشكال قلوب، أشكال قارب، شكل أشكال مختلفة، بحيث الناس تروح على كل منصة وتتصور وتاخد صور للذكرى وتنشرها على الانستجرام، فالمكان يتشهر والناس تجيله. بصراحة يعني مش أي حد يقدر يروح المكان، لأن فعلا فعلا المكان حرفيا فوق قمة جبل عالي جدا 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 جدا. احنا يعني ركبنا العربية وطلعنا لغاية اخر منطقة في الجبل، بعد كده في حتة صعب ان العربية تعدي، فخدنا موتوسيكلات عشان نوصل للسبوت دي عشان نتصور ونشوف المنصات الموجودة هناك. ادي قاعد يصورنا كده شوية. اتفرجوا على الصور بتاعتي انا نزلتها على الانستجرام، هتلاقوني دايما بحط اللينكات في الديسكريبشن بوكس. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لان ده بيدعمني وبيخليني اكمل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك، وتكتبولي اي كومنت لو حابين تسألوني عن اي حاجة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.